ومن أعظم آثار الصلاة أن المصلين هم الأكثر تحدياً وإصراراً على مواقفهم وعلى قراراتهم. نتيجة الارتباط بالله يصبح الإنسان المواظب على الصلاة الخاشعة أكثر الناس تحدياً، أقوى الناس إرادة، أكثر الناس حزماً. لذلك الإمام أمير المؤمنين يصلي والحرب قائمة والسهام تنفذ إلى جسده فلا يشعر بها. لماذا؟ لذة الصلاة شغلته عن ألم السهام والنبال، لأن لذة الصلاة لا تضاهيها لذة، لذة الصلاة شغلته عن ألم السهام والنبال المتواردة على جسمه. الإمام الحسين يوم عاشوراء يصلي والسهام تترى عليه ولا يشعر بها، لأنه في حالة علاقة وعروج إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك إخوة الحسين الذين كانوا مع الحسين كانوا أقوى الناس إرادة، أكثر الناس تحديا لانغماسهم في الصلاة وانغمارهم في الصلاة. وقد بأتوا ليلة العاشر من المحرم ركعا سجدا يتودعون ويتزودون من الصلاة، وأبدعوا يوم عاشوراء شجاعة وبسالة، خصوصا إخوة الحسين من أم البنين الأربعة: عون، جعفر، عثمان، العباس بن علي. هؤلاء الإخوة الأعزة الأحبة حققوا يوم عاشوراء بطولات لا نظير لها. ولذلك لما جاء زين العابدين إلى المدينة طلب من بشر بن حذلم يعرج على تلك المرأة المؤمنة المجاهدة الصابرة أم البنين الأربعة. دخل بشر بن حذلم، وقف عند مسجد رسول الله بين بيوت الهاشميين والفاطميين ونادى: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. ينعى ينعى، خرج الناس من كل مكان. ماذا يقول هذا الناعي؟ يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرجان، والرأس منه على القناة يدار. خرجنا النساء من البيوت، ما بقيت فاطمية ولا هاشمية إلا وصرخت تنادي: وحسينا. يقول بشر بن حذلم: رأيت امرأة معصبة الرأس تتوكأ على عصات، وقفت قريبا مني، قالت: أيها الناعي قف قليلا، قف قليلا، أريد أن أسألك عن خبر مهم. قلت: من أنت؟ أنا أريد أن أسألك. قالت: أنا أم البنين الأربعة، أنا عندي أولاد أربعة في كربلاء، عندي أفلاذ كبدي غائبون عني. التفت إليها قال لها: الخبر عندي. يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في عون. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. بعد عندي خبر عظيم: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس، فلقد قطعوا كفيه وفضخوا ظهره بالعمود،
قالت ما سألتك عن أولادي، سألتك عن حبيبي الحسين. التفت إليها بشر قال إذن يا أم البنين خذي حجرا من الأرض والطمي على راسك فلقد قتل الحسين. الله يساعدها، الله يساعدها على تلك المصيبة. وإذا بها تعثر على الأرض وتضرب برأسها وتنادي وولدا وحسين ماذا أقول لأمه الزهراء، بماذا أعتذر لفاطمة الزهراء وقد قتل الحسين. تجي إلى البقيع ومروان يسمع ندبتها ويبكي لحالها، تبني قبورا أربعة، قبر إلى عون وقبر إلى جعفر وقبر لعثمان وقبر للعباس، وتجلس على القبور واحد واحد. لا تدعوني ويك أم البني، راح الأولاد. لا تدعوني ويك أم البني تذكروني بالليوث العرين، كانت بنون لي أدعى بهم واليوم أصبحت ولا من بني. بعد أبو فاضل إلى عتاب خاص، ها تجلس عند خبر أبو فاضل عندها عتاب خاص لأبي الفاضل. أبو الفاضل يقولون طبيت النهر وطلعت عطشان، يقولون طبيت النهر وطلعت عطشان، ضامي وقلبك من لهيب العطش نيران، ما صار مثلك يا ضي عيني بالأخوان، ما حد فعل فعلك يا صنديد الرجاجيل، لكن عندي عتاب لك. يقولون يا بني ضيعت زينب وليتا، يقولون يا بني ضيعت زينب وليتام، حرمة وغريبة وضايعة ما بين ظلام ولدي، واما الخجالة نجان زينب دخلة الشام. متمرمرة بيتام مدهوشة ونسى، أوالي ولاد أربعة والخلق كلهم يحسدوني، كل الخلق يم البنين يخاطبوني، راح فرد ساعة القبر وخلفوني. اللهم بحق أم البنين الأربعة، وسيلة عظيمة إلى الله أم البنين الأربعة وأولادها الشهداء. اللهم بحق أم البنين وأبنائها الشهداء الكرام، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، اللهم فرج عن جميع المؤمنين، اللهم احفظ أوطاننا واجعلها آمنة يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.